مشينا تلاح اليوم حاضر معنا دي جي دي جي دي جي حميدة. سمعكم معكم دي جي حميدة في إيت راديو. كل عام كنخرج هذا الالبوم من 2007 دابا 11 عام. وبالنسبه لداني اون اني من عام لعام راه كلشي كيتزاد الفوق دوك الحمد لله. وبالنسبه لي غوتور هذا العام راه كانوا زادوا اكثر, جيو دي تري بون غوتور اكثر من العام اللي فات. الناس عجبهم بزاف هذاك الكوتي اورينتال اللي درت, وبالنسبه لتا الكاستينغ عجبهم دوك الحمد لله. 2015 بديناها ما كملناهاش, وعاد ثاني هذا العام عيط لي ودرنا هذيك لا كولابوراسيون مع ايمن, باسكو الخدمه ديال ايمن كتعجب البالتي والبالتي كتعجبو خدمته. قلت اللهم نديرو واحد لا كومبينيزون نلاقيوهم جوجهم كما صافي المغرب العربي كامل جو دو ايست اون ويست اون باسون بار الجيري خونا. اليوم ان شاء الله اون فير ان بتي سيت سبيسيال وجده, ونشوفو avec des titres diaouli ou les titres li kit menaw hna qui marche bien li mlansin hna fi le Maghreb. Daba andi chi tourner fi le Maghreb بالنسبه لي discothèques, andi triple 5 fi Marrakech fi Tanja, andi Casa, andi Sbolion, andi Dzaïr, andi Tunis, ouais سو غبا وان شاء الله. دونك عندنا بزاف بزاف المسائل ان شاء الله. ميرسي ا فو إيت راديو, vous êtes les meilleurs journalistes. Donc voilà, je voulais tenir à vous le dire. Donc merci à vous, merci à إيت راديو, merci à toute l'équipe.